السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أحد تطبيقات أوفيس 365 وهو تطبيق كايزلا. هنتعرف على أولا تعريف التطبيق، استخدامه وأهميته، النقطة الثانية وهي كيفية تحميل التطبيق، مشاركة الملفات والصور في التطبيق، كيفية إنشاء جروب من خلال قائمة جروب، قائمة شات أو الصفحة الرئيسية، كيفية عمل جروب فرعي لجروب أصلي، كيفية إرسال دعوة للانضمام للجروب، وأخيرا هنتعرف على إعدادات تطبيق كايزلا وحاجات تانية هنتعرف عليها أيضا مع بعض لما نشتغل. نبدأ بسم الله. أول حاجة، التطبيق عبارة عن منصة اتصالات يمكن من خلاله إجراء العديد من الاتصالات بطريقة آمنة. من خلال المنصة دي تقدر الشركة تضيف أكبر عدد من الموظفين وتعمل تواصل بينهم. يمكن للموظفين عمل استبيانات لرصد آراء العاملين في المؤسسة أو مشاركة المستندات والملفات والصور وكمان مقاطع الفيديو. تدعم شبكات الجيل الثاني واللي أغلب الموبايلات بتبقى شغال عليها، إدارة عدد غير محدود من المستخدمين والتواصل معهم، بس المعلومات وجمعها بطريقة منظمة من خلال بطاقات الأعمال. ممكن أعمل مشاركة أو طلب الموقع اللي هو شير لوكيشن، ممكن أقدر مشاركة صورة من الموقع، إدارة مشاركة المرفقات بسرعة وسهولة تامة، إدارة تخصيص وتتبع حالة الوظائف، مش محتاج أي خادم للتواصل، برنامج سهل جدا ومن خلاله بقدر أستغنى عن تطبيقات معينة من أوفيس 365. يعني أنا من خلال تطبيق كايزلا في بعض الأوبشن زي سكايب وزي فورمز وزي تودو، أقدر أتعامل مع البرنامج من خلال الواجهة الرئيسية لمنصة البرنامج، ممكن أتعامل من خلال واجهة أوفيس 365، وكمان أقدر أتعامل من خلال الموبايل، وده بيخليه أكتر سهولة للاستخدام وأكتر مرونة. استخدام تطبيق كايزلا ليه استخدامات كتيرة جدا، سواء في قطاع الأعمال والشركات وأيضا في قطاع التعليم. أهميته في مجال التعليم، أقدر من خلاله أعمل اختبارات للتلاميذ، أعمل استبيانات واستطلاع رأي للطلاب أو أولياء الأمور، أقدر أعمل مجموعات للطلاب، وأقدر أعمل إدارة للمدرسة كل ما يخص العملية التعليمية. ممكن كمان من خلال تطبيق كايزلا أقدر أعمل مهام واجبات للتلاميذ، وممكن كمان أوزع المهام وأعمل مسابقات إعدادات أخرى في تطبيق كايزلا، وهنشتغل كل ده عملي بإذن الله. أولا، كيفية تحميل تطبيق كايزلا سواء على الجهاز من واجهة أوفيس 365، زي ما احنا شايفين دي واجهة أوفيس 365. هنختار تطبيق كايزلا، فتح معانا التطبيق بالشكل ده. طبعا هيطلب مننا تسجيل رقم التليفون. الاختيار الاول هنا مكتوب الدولة، بضغط على السهم، هو طبعا مكتوب ايجيبت اوريدي، لو انا حابة اغيرها بختار الدولة اللي انا موجودة فيها. طبعا بما انه هو اختار ايجيبت، تمام. هنا هكتب رقم التليفون واضغط على نيكست. طبعا المفروض ان هو دلوقتي بعت لي كود من 6 ارقام على الموبايل علشان ابدا عمليه فيرتيفاي ذا اكونت. جت رساله، طبعا هكتب دلوقتي الكود اللي وصل على الموبايل واختار كلمه فيرفاي. طبعا هنا بيديني اختيار اذا كنت عايز تعمل انشاء يور فيرست كايزلا جروب تو جيت ستارتد، تكتب اسم الجروب واقول له كرييت جروب. هنسمي جروب مثلا نسميه تريننج جروب، واقول له كرييت جروب، وكده انا بكريت جروب جديد من خلال تطبيق كايزلا.
ده طبعا شكل الجروب اللي احنا لسه عاملين لها كرييت، ده اسم الجروب وهنتكلم عنها بشيء من التفصيل بعد كده باذن الله. اذا كنت عايزه اعمل سب جروب، جروب فرعي، او عايزه اشوف الاسماء اللي موجوده وابدا ادي وظائف معينه وابدا اعمل تسجيلات، كل ده هنتكلم في وقته. بس دلوقتي هنتكلم على كيفيه تسطيب البرنامج على الموبايل. هنبدا من خلال متجر بلاي، نبدا في عمليه تثبيت التطبيق على الموبايل. هنكتب في مربع البحث كلمه كايزلا ونضغط على بحث. هيظهر طبعا التطبيق مباشره وهضغط على كلمه تثبيت. مجرد ما بعمل التثبيت ويبدا التطبيق يتحمل على الموبايل، هبدا في عمليه فتح التطبيق. هيطلب مني مباشرة رقم الموبايل الخاص بحساب تطبيق كايزلا. طبعا كده نفس الحساب هيبقى على اللابتوب والموبايل وتطبيق الويب من خلال الويب. بيطلب مني هل انت تسمح لتطبيق كايزلا الوصول لجهات الاتصال الخاصة بيك؟ هقول نعم واضغط هنا ابدأ اسجل بياناتي. وبعد كده طبعا كالعادة بلاقي كلمة مصر، اذا هي موجودة تمام، مش موجودة بضغط على القائمة المنسدلة وبختار منها الدولة مصر. هنا بيطلب مني كتابة رقم الموبايل مرة تانية علشان يعمل عملية ربط الحساب الكايزلا من الموبايل وواجهة مايكروسوفت، واضغط متابعة. هيبعت لي طبعا كالعادة كود او رقم علشان خاطر يعمل ربط للحساب. وبهنا المرحلة التانية بيطلب اضافة صورة للملف التعريفي او الحساب الخاص بتطبيق كايزلا. بدخل عادي على المعرض بتاع الموبايل وبختار الصورة اللي انا عايزاها. طبعا بيطلب مني اذنات او اذن بان هو يدخل على المعرض. بعد تحميل الصورة لحساب كايزلا على الموبايل ببدأ أدخل على الأكاونت الخاص بي اللي أنا أنشأته دلوقتي. هتظهر طبعا المجموعات اللي أنا دخلت فيها. احنا لسه أنشأنا جروب من شوية اللي هو تريننج جروب. هننتقل بعد كده للنقطة الثالثة وهي كيفية التسجيل من خلال الويب. طبعا من لو ضغطنا على الثلاث نقط بختار كلمة كايزلا ويب وهبدأ اعمل تسجيل دخول على الجهاز الخاص من المتصفح واكتب كايزلا ويب دوت اب. مجرد ما بيفتح معايا التطبيق هيطلب مني طبعا كتابة رقم الموبايل كأنه تسجيل جديد، بس انا برضو هكتب نفس الموبايل عشان ابقى كده دخلت بنفس الحساب من خلال واجهة اوفيس 365 ومن خلال الموبايل ومن خلال الويب المتصفح. بكتب هنا طبعا كالعادة بختار ايجيبت وبكتب رقم الموبايل وبضغط على كونتينيو. هنا بيبعت لي كود تاني برضو على الموبايل وبكتب الكود عشان اعمل فيرفاي للاكونت من خلال الويب، واقول له انا قريت الاتفاقية وموافق عليها وتظهر نفس الاكونت. كده انا فتحت تطبيق كايزلا ثلاث طرق مختلفة، من خلال واجهة اوفيس 365، من خلال الموبايل، من خلال كايزلا ويب.